السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد. فهذه مقتطفات من سيرة علم من أعلام هذه الأمة وبطل من أبطالها، صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نقتبس من سيرة العطرة الدروس والعبر. هذا الصحابي الجليل أسلم رضي الله عنه سنة 8 من الهجرة، وخاض عشرات المعارك. يقول عنه المؤرخون: لم يهزم في معركة قط، لا في جاهلية ولا في إسلام. ويقول عن نفسه كما في صحيح الإمام البخاري: لقد تكسرت في يدي في معركة مؤتة 9 أسياف، ولم يبق في يدي إلا صفيحة يمانية. قال شراح الحديث: الصفيحة اليمانية سيف عريض من سيوف اليمن. وكان قائداً لجيش المسلمين في معركتي اليمامة واليرموك الشهيرتين، وقطع المسافة من العراق إلى الشام في 5 ليال مع عسكر معه. وكانت هذه من عجيب هذا القائد. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيف الله المسلول، سله الله تعالى على المشركين والمنافقين. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد: نعم الفتى أخو العشيرة، إنه فارس الإسلام خالد ابن الوليد ابن المغيرة القرشي المخزومي المكي. وله قرابة من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ابن أخي أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وصفه أهل السير بأنه كان رجلاً ضخماً عريض المنكبين قوي البنية، أشبه الناس بعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وكانت لهذا الصحابي الجليل مواقف عظيمة تدل على شجاعته ونصرته لهذا الدين. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله سنة 8 من الهجرة، في نفس السنة التي أسلم فيها خالد، أرسله مع المسلمين في معركة مؤتة الشهيرة. وكان عدد جيش المسلمين 3000 مقاتل، وعدد جيش الروم 200,000 مقاتل كما يذكر ذلك أهل السير. العدد غير متكافئ، لا في العدد ولا في العدة، ولكن وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. النبي صلى الله عليه وسلم عين قائد جيش المسلمين زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. في بداية المعركة قتل القادة 3، وقدم المسلمون في تلك المعركة تضحيات وبطولات عظيمة سجلها التاريخ لهم. بعدما قتل القادة 3 أخذ الراية ثابت بن أقرم وقال للمسلمين: عينوا قائدا لكم. فاختار المسلمون خالد ابن الوليد، وهنا ظهرت شجاعته العظيمة وعبقريته الفذة. فعاد رضي الله عنه ترتيب جيش المسلمين، وجعل الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة، وجعل جندا في آخر الجيش يأتون على دفعات يثيرون الغبار ويكبرون وكأنهم مدد من المدينة. وأقدم رضي الله عنه وحمل بالمسلمين على الروم حملة عظيمة جعلتهم يتقهقرون،
وأبدى من صنوف الشجاعة والبطولة ما تتقاصر عنه همم الأبطال. ثم إنه رضي الله عنه بدا له أن ينسحب بالمسلمين انسحابا منظما نظرا لعدم التكافؤ بين عددهم وعدد جيش الروم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الانسحاب بأنه فتح من الله للمسلمين. فكانت المعركة في الشام والنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، وكانت هذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم، كان يخبر بتفاصيلها. وجاء في صحيح الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام نعى القادة الثلاثة وهم في المعركة وعيناه تذرفان، فقال: قتل زيد بن حارثة فأخذها جعفر بن أبي طالب، فقتل فأخذ عبد الله بن رواحة فقتل، ثم أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله عليهم. وقد اختلف المؤرخون في أسباب عزل خالد عن قيادة جيش المسلمين في الشام، والذي رجحه بعضهم أن السبب ما نقل عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لأنزعن خالد من قيادة الجيش حتى يعلم الناس أن الله تعالى إنما ينصر دينه بغير خالد. وهذا دليل على أن عمر خشي أن يفتتن المسلمون به. ومن أقواله العظيمة أنه قال: ما من ليلة يهدى إلي فيها عروس أنا لها محب أحب إلي من ليلة شديدة البرد كثيرة الجليد في سرية من المهاجرين أصبح فيها العدو. فكان يحب الجهاد حبا عظيما، وأرسل رسالة إلى الروم قال فيها: لقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحب، أو أرسل رسالة إلى الفرس قال فيها: لقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحب فارس شرب الخمر. قال قيس بن أبي حازم عن خالد رضي الله عنه: لقد منعني الجهاد من تعلم القرآن الكريم. قال أبو الزناد: لما احتضر خالد وكان على فراش الموت جعل يبكي وقال: ما من موضع في جسدي إلا وبه ضربة من سيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ولقد خضت عشرات المعارك وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير فلنامت أعين الجبناء. لقد تمنى خالد الشهادة، ونسأل الله تعالى أن يكون قد بلغه إياها. فروى مسلم في صحيحه من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وعند وفاته لم يترك إلا سلاحه وغلامه وفرسه، جعلها صدقة في سبيل الله عز وجل. فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب قال: رحم الله أبا سليمان، كان على ما ظننا به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام البخاري في حديث الزكاة قال: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أدراعه واعتده في سبيل الله عز وجل، أي أنه جعلها وقفا في سبيل الله. وكانت وفاته رضي الله عنه سنة 21 من الهجرة في مدينة حمص الشامية، وعمره آنذاك 58 عاما. رضي الله عن خالد وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء،
وجمعنا به في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.